دلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم مع التقرير اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها والتقرب إلى الله في أيام الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. والنهاردة التقرير بعنوان لذة العبادة. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللذة في العبادة. الصحابة الكرام كانوا بيعملوا حاجة حلوة جداً، كانوا بيكونوا مبسوطين قوي وهم رايحين يصلوا، مبسوطين جدا وهو داخل رمضان. أي مناسبة دينية كانوا بيتمتعوا بيها، بيستلذوا بيها. إزاي؟ إني أنا أي فرض أأديه أكون في قمة سعادتي وأنا بعمله. ناس كتير من الناس نفسها توصل للمرحلة دي أو للدرجة دي، وبتجاهد مرة واثنين وثلاثة بس، ممكن تهبط في النص كده يعني وتكسل شوية وتقول لا أنا هعمل اللي عليا وخلاص، لكن موضوع اللذة ده وموضوع الاستمتاع بالعبادة ده صعب شويتين. عايز أقولك إن الموضوع ده سهل جدا توصله، بس لما تتبع 1 2 3 4. حابب أقولك على حاجة حلوة جدا. الصحابة لما كان سيدنا النبي بينادي على سيدنا بلال ويقول له قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، كان بيقصد اللفظ ده تحديدا، لأن عارف إن الصحابة وسيدنا النبي كمان نفسه كان بيستلذ بالعبادة، مش بس رايح يقضي فرض، لا ده بيستلذ بالعبادة. عايز أقول لك أول حاجة لازم تعملها عشان توصل المرحلة دي إنك تجاهد نفسك. يعني إيه أجاهد نفسي؟ يعني تدوس على نفسك وتصابر كده مرة واثنين وثلاثة علشان تلاقي ربنا بيقول لك في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني لو جاهدت أكيد هتوصل لطريق ربنا وتستلذ بالعبادة وقتها. كمان لازم تكون صبور وتتحمل شوية، يمكن تتعب شوية في الأول بس أكيد هتلاقي، لأن ربنا بيقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كمان حابب أقولك خليك معتدل في كل شيء، في أكلك، في شربك، في كلامك، في كل شيء، لأن العلماء بيقولوا راحة البطن في قلة الطعام، وراحة اللسان في قلة الكلام، وراحة القلب والروح في قلة الآثام. يعني إيه؟ يعني اعتدل في كل حاجة وجاهد واصبر شوية لحد ما تلاقي نفسك بتستلذ بالعبادة. يومها هتعرف طعم عبادة ربنا وطعم الطريق الحقيقي اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسموا لينا محبة فينا. ربنا يجبرنا ويسترنا ويكرمنا بلذة العبادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.